اجل ذا وكذا عشفه عشفه ايوه ايوه انا معذور خلاص تقصد اللي جنبي ذا الله يهديه ادعوا له ادعوا له الحقيقه كبار السن و لا بد يكون لنا مراعاة الخواطر مثل ما قال الشيخ مثل ما قال الاخ لا بد يكون مراعاة خواطرهم مراعاة الخواطر مهمة السلعة عن السالفة لو 20 مرة يعيدها عليك نعم نعم لو 20 مرة يعيدها عليك استانس وانبسط سوي نعم سوي نفسك تفاعل معه ترى تفاعل معه ترى انبسط استانس يا سلام اي نعم ف تقريبا ابياتنا فيها شيلة بس ما القصة وانا امشي مع ابو ابو صالح نبيك تفكر معنا ابو صالح طالبينك ابو صالح طلبه بذلك شكرا فيصل عشان فيصل الله يسلمكم العويذر تبارك ابو صالح شكرا الله يحييك الله يقبلنا وياك ان شاء الله يكتب خطاك يا ابو صالح هذه في جبر الخواطر يا سلام انا احتاج والله اي والله حد يجبر خاطري يا ابونا انت الله يغفر لابوك يتيم انت الحين الله يغفر لك ناس جبرات خواطر يقول جبر الخواطر يا الربع بر واحسان كم من قليب من فطر ما نواسي اما كبير السن قد كان للشان ولا يتيم فقد من يراعي ولا يتيم فقد من يراعي ولا مسيكين انت ولات به احزان مديون والديان بالقسم شاكي مديون والديان بالقسم شاكي ولا رفيد لك من الهم سهران اعرف وش اللي فيه واحذر تخلي اعرف وش اللي فيه واحذر تخلي والمجتمع محتاج وقفه وبرهان ومن يفعل المعروف ربه يجازي ومن يفعل المعروف ربه يجازي وهذا حقيقة محتاجين خاصة الشيبان وكبار السن والأيتام والمرضى والناس اللي عندهم مشاكل إلى جيت الآن وصرت كريم منه يفضفض لك لذلك من الطب النفسي أنك تحاول أنك لا تكتم تحاول أنك لا تكتم عن مشاكلك تبرزها خليه يفضفض ها؟ يفضفض نعم فضفض علشان أنه لا يتعب نفسه